سيدتان من عكا عثرتا على مبلغ كبير من المال وقامتا بإرجاعه إلى صاحبه. معي من عكا إحدى هذه السيدات، السيدة عواطف حماد. السيدة عواطف، مساء الخير. مساء النور. لا أنا صابرين مش عواطف. صابرين، يعني السيدتين يعني عواطف حماد وصابرين حلواني، يعني معي صابرين حلواني. صابرين يعني انتم اول شيء احكي لي شو صار معكم، يعني عثرتم على المال، كيف عثرتم عليه، كيف وجدتم بعدين صاحب المال، ما هو المبلغ الذي عثرتم عليه؟ يوم السبت كان عندنا حفلة في البيت عند أهلي لبنت جيراننا، وكانت هي بتكون مرت خالة لبنت جيراننا، وكانت هي بالحفلة. إجت على الحفلة وحاملة ظرف بإيدها، بتقول أنا لقيت ظرف فيه 3 شكوكي. جيت أنا مترددة شو، جيت قلت لها شو هن الشكوكي؟ قالت لي بتغري قرتنيات، قعدت تقرنيات. جيت قلت لها هات أشوف إذا في عليه رقم، نتصل بصاحب الرقم ونحكي معه. بالفعل لقينا من برا على الظرف في مكتوب اسم سناء، شخص اسمه سناء، ومكتوب عليه رقمين. اتصلت بأول رقم، رد علي زلمي صاحب، مش صاحب شكوكي، اللي صاحب شكوكي هو جهاد أبو ريا اللي لازم كانوا يوصلوا له شكوكي. فاجيت قلت له احنا ضيع بايدنا الشكوكي اللي لازم يوصلوا لك لإلك في قيمه مبالغ. اجى قال لي انا 4 شكوكي مش 3 شكوكي. قلت له بس اللي بايدنا احنا 3. بالفعل احنا ما انتبهناش انه في شك زياده، كان ماسك بالثاني ما انتبهناش انه اني 4. فتحنا انت طلعوا 4. قال لي هسه بتصلك بصاحب الشكوكي نفسه انه هو يوصل لإلك وياخذهم منك. بالفعل اتصل فيه، اللي كان مضيع من الظهر ومش حاسينها حالا، وكانوا يدوروا قالوا فقدوا الامل انه هن مش راح يلاقوهن. فانا وصلت لمحل التقينا بمدخل المينا عنا انا ومرته، هو نفس الشخص اللي ضيعه اللي هو الدكتور، اخوه بيكون دكتور، هو اللي ضيع المبلغ. فوصلنا لإله وشكرنا وكل واحد راح في طريقه. بس يعني عادة يعني دعيني اقول مش مفاجئ، يعني الخطوه اللي قمتوها فيها يعني تستحقون كل التقدير، لانه الكثيرين يعني بيعملوش زي الخطوه تبعتكم. يعني اول شيء انتم شو عرضتوا لما وجدتم هذا المبلغ؟ ترى هذا الشعور انا عشته قبل 4 سنين، هذا الشعور انه احنا فقدنا مبلغ كبير من المصاري، كمان نفس الشيء وللاسف ما رجعناش. فهذا وجعني، يعني انا حسيت نفس الموقف اللي انا كنا فيه انا واهلي، انه هذا الموقف البني ادم كمان نفس الشعور هذا عم بتعرض له. يعني كمان هذا المبلغ مش قليل، يعني 20,000 شيكل مش شيكل واثنين شيكل، يعني بسهوله انه يحصل عليهن ويرجع يرجعن لصاحب الشخص صحيح. اللي كان يودي له اياهن. يعني مرات يعني الواحد بدي ارجع او بديش ارجع، هذا الموقف يرجعنا فيه. مرات الواحد بيقول بدي ارجع او بديش ارجع، هاي الشيطان هاي موجوده. مزبوط. انتم ما كانش عندكم اي تردد؟ لا انا من ناحيتي انا شخصيا ما كانش عندي ولا اي تردد، وكمان هي نفس الشيء بادرت انه ما كانش، حتى هي خجلت انه تنزل انه احسن لها يفكروا شيء. قلت لها بالعكس، وبالعكس ولازم نشكرك انه انت رجعتي له اياهن، يعني انت ما اخذتيهن. وبهذا المحل اللي انوجدت فيهن يعني كثير ناس قلطت، يعني الغريب انه سبحان الله لانه ماله حلال فرجع له بسهوله، لانه هذا هني وين لقته، وين الجزر، وين جامع الجزر. وهذا يوم ثابت كان وملان عالم بتتواجد في هاي المنطقه، يعني مش واحد ومش اثنين مرأة من نفس المسلول اللي هي قلطته. فيعني سبحان الله زي ربنا سخرها اللي هي تيجي تلاقي له هذا المبلغ. صابرين حلواني من عكا، اول شيء كل التقدير على يعني الخطوه اللي قمتم فيها، واشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه.